فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، أي فخما في نفسه مفخما من غيره صلى الله عليه وسلم، أي هو في ذاته فخما، وهو أيضا محفود مشحود مع الناس، فهو مفخم من أي إنسان يلقاه من شدة هيبته ووقاره، أو أنه هو فخما عند الله ومفخما عند الخلق، تحتمل هذا ويحتمل هذا، فهو فخما عند الله ومفخما عند الخلق، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، شبهه بالقمر في الإضاءة والاستنارة لا في الاستدارة، شبهه بالقمر في البهاء والإنارة والوضاءة لا في الاستدارة، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، وأكمل حال للقمر أن يكون في ليلة البدر، فكأن النبي كامل الأنوار صلى الله عليه وآله وسلم، كامل الوضاءة، وكان القمر هو أعلى شيء يصف فيه العرب الجمال، يعني أعلى شيء يريد العربي أن يصف الجمال، وكأنه يقول على أعلى جمال متصور، لأن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من جميل في الأكوان إلا وأخذ قطرة من جماله صلى الله عليه وسلم، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر،